هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الطائرات المسيرة لدى الميليشيات في العراق. منذ أن تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق لهجومين متتاليين بطائرات عسكرية مسيرة، والمخاوف الأمريكية بشأن حلول طائرات الدرون محل الصواريخ هي في تزايد مستمر، في وقت يتوقع مراقبون أن يؤدي الأمر إلى رفع سقف المواجهة الأمريكية الإيرانية على أرض العراق. بهذا الهجوم انتقلت الميليشيات الناشطة في العراق من الصواريخ إلى الدرون، كونها أرادت أن تقلد الحوثيين في اليمن لتوجه طائراتها المسيرة نحو السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد التي تستضيف قوات تدريب أمريكية في أنحاء متفرقة من البلاد، بدلاً من الصواريخ التي كانت بلا نتيجة تذكر، كما أنها لم تتمكن من إجبار حكومة العراق على طرد القوات الأمريكية من البلاد. وكالة أسوشييتد بريس نقلت عن الجنرال كينيث ماكنزي القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، نقلت عنه قوله بأن الطائرات المسيرة المسلحة تشكل تهديدا خطيرا، وإن القوات الأمريكية تعمل على قدم وساق لابتكار الوسائل المناسبة لمكافحة تلك الهجمات الجديدة من نوعها. ويرى المتابعون للشأن العراقي أن هناك تغييرات قد تطرأ على المشهد العسكري والسياسي في المواجهة الأمريكية الإيرانية على أرض العراق إذا ما تحولت الطائرات المسيرة إلى أداة الفصائل المسلحة في مواجهة أمريكا، وإن استراتيجية الطائرات المسيرة سترفع من مستويات المواجهة لأنها ستوقع مزيدا من الضحايا وستكون أمريكا حينها مجبرة على الرد. فالهجمات الصاروخية التي كانت تطال القواعد العسكرية حتى الآن كانت قابلة للاحتواء من قبل أمريكا والرد أحيانا في مواضع بذاتها، خصوصا ضد قواعد الميليشيات على الحدود السورية العراقية، لكن تلك الصفحة ستطوى مع دخول الطائرات المسيرة التي ستكون مجهولة الجهة غالبا، وتاليا ستكون ثمة مواجهة أمريكية إيرانية مباشرة.